يا مرحبا. اضحك من قلبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعود لكم في برنامج اضحك من قلبك على قناة المهرية. إن شاء الله حلقة مشوقة وحلقة رائعة، فيها مقالب، فيها أسئلة، فيها ضحكني. ونبدأ مع الشباب. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي اسمك؟ محمد حسين أحمد سعد الفقي. الفقي؟ علي حسين أحمد سعد الفقي. علي؟ أيوة. وهذا الولد اللي حبه اسمه يوسف. يوسف ما شاء الله. طبعا في بقى معنا فقرة ضحكني، إذا ضحكتوني أقول لكم جائزة مقدمة من عالم التسوق. يلا معاكم نكتة؟ علي قطب ضحك ما قدش النكت. كان في ذرة. أيه؟ دخلت الحمام. أيه؟ ليش ما خرجت؟ ليش؟ حنبت فليفة. حنبت فليفة؟ فليفة. حنبت فليفة. ايش اسمك؟ هشام برام درعان. قاعد درعان. وانت درعان؟ وليد محمد صالح الحبيتر. الحبيتر منين انتو؟ من عمرة. وانت منين انت؟ من عمرة. وانتي؟ من عمرة. من عمران. وانتي؟ وانا. كلكم من عمرة؟ تعصبوا علي يا امه؟ تعصبوا على صاحب دماء. يلا ماذا عدي نكتب على الجائزة. يلا معنا فقرة ضحكني من قلبك على قناة المهرية. يلا سمعي تدري نكتة. ميسي دخل الحمام. ميسي دخل الحمام. ايوه صحت. قال والله ما خرج لها بلنتي. قال لك صحت والله ما خرج لها بلنتي. يا سلام. اشرك تديني نكتة وديلك جائزة على طول. والله هي طويلة شوية. سهل عاد. هذا واحد يخبر الزواج خوره غير مرته، يعني بتقتل ابو قتله غير في المنامات. بالاحلام. في المنامات ما عاد يستطيع حتى يفكر. وبعدها يوم من الايام دعا واحد من الخبره يكلم معنا مشوار احنا وامين شرعي نشتكي تجي تشهد. وصلوا له باب البيت ونستقبلهم شيبه عمره 50 سنه، اهلا وسهلا ورحبوا ذا. جلسوا شويه قال له يا صديق السلام معي انا 5 بنات. وهذاك صاحبه طنن من بيعرض على من؟ قال كلهن عزبات، الكبيره 30 والصغيره في ربع 15. قال وانا ظنيت انا قد عمري 45 سنه ومعول نشيل 30 هاي. قال بسرها. قال لكن فاجاتني. قال لي بسرها وبعدها يحل الله. قال لا غدورت لك خبر. قال على طول دخله. قال يلا سير بسرها. بسرها وان عجبتها البنيه القويه. قال يلا خلينا لا غدو نشاور نفسنا كذا يا عم دبلج للمري. ما قفل له من كثر ما هي قمري. قال وافقت يا خبير. قال له والمري؟ قال ولا عليك. قال يلا غدو عصر زفتك. صار يوم ثاني وجهز ولبس وتشيك ولبس العسيب وتقبع وقدو خاضي قدو عايش البيت عمد تعتم مرته يقوم يصلي فجر. قالت لي مالك يا زوجي؟ قال لا حرمتينا لا تهنينا في حلم ولا في دنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف انتي؟ الحمد لله. عرفيني على اسمك. يسار حسين. يسار؟ ايش الاسم الجميل؟ ايش معنى يسار في اللغة العربية؟ يسار اسم عادي يعني. مثل دير ايش معنى؟ احرجته. يلا معنا فقرة ضحكني، ضحكتيني ادير الجائزة مالية. تمام. يلا. واحد كان اسمه مشاكل، واحد صد بوزك، واحد اخلاقك. ضاع عليهم مشاكل، بعدين اخلاق راح صد بوزك واخلاقك لعند المخفر وانتظر اخلاقك جنب الباب. بعدها دخلوا لعند المخفر قال له شو اسمك؟ قال له صد بوزك، وهو اسمه الحقيقي بس كان يعني. قال وين اخلاقك؟ قال منتظرني على الباب. قال شكلك بتدور على مشاكل. قال صح كيف عرفت؟ هلا جينا نحييكم ونسمعنا معاكم اسرع بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله مجددا الى قناه المهريه والى برنامجكم اضحك من قلبك. طبعا لا تستغربوش من الوطاف الابيض هذا اللي فوق ظهري، لا تستغربوش ليش اسميه وطاف، لانه تدرس تتعب تخش تدور لك عمل ما فيش، ترجع تضطرك تركب الوطاف هذا وتخرج تشقيه بلوك تعمل بلوك ولا اي حاجه. فمقلبنا اليوم بيكون للصيادلة والدكاترة بشكل عام. بنزل صيدلية نقول له احنا فتحنا عمل، فتحنا مشروع بس ما فيش زباين، نشتري منك زباين، نشتري منك امراض، نشوف ردة فعله. ندي زباين ندي، ما تديش
ما بدنا نرجع ندخل نشتغل بالقوة. ورب المعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف عبد الحبيب؟ يا أخي إيش أمراض؟ إيش أمراض نعالجه؟ ما وش عندنا شو فتح له صيدلية ولا لا عمل ولا جن ولا؟ عندي شو لا؟ لا شيء منهم زباين إذا ممكن. الحين دور زباين. كل دور زباين على الفصل. كيف الشغل معاكم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انا ضيع علاج يا اخي ايوه انا دكتور داري شوف هذا تلاقوا في الصيدله حقنا هنا بقوله القياده ايه يا تمام خلنا نطلب الله اخي معنا صيدله فتحنا جديده ولا طصه ولا شغل السلام عليكم جني والشغل هذا ما هو الشغل يا اخي فتح لي صيدله ولا بلا عمل ولا جن ممكن دون زبان اه ضربت البسطه دائما زباين. السلام عليكم. ما زباين هذا والله. سيادتك الحديثه العيال. انا عند الحل انا خلاص خلاص خلي علي. لا هذا زبون زبون ولا علي علي انا معي صيدلي انا بقوه القلب. يا اخي انا صاحبي هذا يا اخي. فتحتي جديد انا فتحتي جديد صيدلي هذا. هذا عبد الحليم من دار السلام عليكم. اخي نشي منكم زباين معكم زباين. زباين. كيف الزباين معك تمام؟ طلب زباين. طلبوا زباين؟ كلنا نطلب زباين هذا ما يفعل هذا انا. أكلي أيبو بروفين وأموكسيلين. أيبو ما؟ أيبو بروفين. فتحنا صيدلية ولا زبو؟ ها؟ جوة القيادة. كيف؟ السلام عليكم. سلام الله. شي حق لك يا أخي لو سمحت. ها؟ شي من حق لك. الصيدلية حق غريب عليك ومجان. بكم عندكم؟ عندنا بكم عندك هذا بكم؟ بكم بكم ما تشاهد شي بخمسة ريال. أهلا والله. أها. دي يحتاج رصيد اللي حق ايوه قوله القياده زي ايش وضع معكم انا صيدله القياده عندي انا معين لك مليح فينا بقيت القياده بقى ما عندكم انا ادو لك بخمس تعال جي انا كم اشتاق ما اقلش كم اشتاق حياك يا حبيبي اخدم ايش نشتغل اي خدمات انا ما بنسويها ما تسوي انا تشتغل نشتغل الوسع بالقلب هي دخلنا قزع الزبون هات وانا الدور هات لحظه يا اخي انت نزلت اليوم انا كان كون ها فتحنا السلام ورحمه الله وبركاته ايش هي حق التاخر لو سمحت ايش هي حق المعده ما بينك في قلب غرض مالك من هذا مش مالك مالك دخلنا في الرقم ايش ما هو هذاك ما تشي هذا هو تبعك ما تشي انا ما تشي ايش حق المعده هذا حق المعده عندي في الصيدليه انا دكتور انا احمد ابو هذا وانا دكتور احنا كلنا معانا لابكوب 3.5 حرام ما بعد له معانا اقول بكم هو بكم هو انا بعقلي بكم هذا عندك هذا صاحبي نتعامل معه انت بكم هذا ايش اقول لك هذا ما لك انت بكم هو مالك انت خلنا نمشي لك اخي الصيدليه حق قوه القياده عرفته فتحنا جديد هنا بقوه القياده صيدليه سعره رخيص حالي وعلاج تمام حق عليك الله المستعان روح لك يا اخي احنا فتحنا صيدليه جديده ما في زباين صار لا سي سي قوله القياده قوله القياده انا القطع على كل صيدليه زبون اثنين ايش في ما ترجع بها انا صلوا على النبي نطلب الله تمام يا اخي زبون اثنين 100 زبون خلاص نقسم نصين نقسم نصين زبون لي زبون لك يا اخي هذا الرجال مين نزل لي هذا مين نزل لك انت يا اخي صلي على فلان هكذا على لي ولا لك صدقنا روح لك يا اخي روح لك انا داخلي لي هكذا ما بش رايك يا اخي زبون لي زبون لك يا اخي انا ادخل اشتغل معك طيب ادخل اشتغل معك ارخص 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 صلوا على النبي يا اخي ماشي صلوا على النبي تعال 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 ما خبر ما بش معي خبر انا مش زبون ما ادري ايش يعني ما لك المعده بتوجعني غيري انا غيري لك بالقياده قوه القياده بصدق المعده ايش حق المعده اديك حق المعده قوه القياده ايش في علاج يا دكتور ما تشي من علاج ما شاء الله والزبان عندك واو رح لك قوه القياده الله يفتح عليك هات ما معك يا اخي انت درست اخلاقيات درست اخلاقيات من هنا اوهو الاخ تنميه بشريه قاعد يدي لي مواعظ مو هذا والله ارضى عليك لا يا ابن ما هذا هذا الرشاد ما دبر معه هذا الرشاد هذا سي 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 جوله القياده معانا صيدليه فتحتنا هنا جديده اين العلاج سكه اينو
يا سلام، هذا بصيد اللي قبله. خلاص إنه جاي تحاسبني أنت على عملي ولا كيف؟ أيوة شو يا أخي، روح لك من عند الله يفتح عليك. مين نزلت لي أنت من فين جاهد؟ يا أخي بصدق الله خبر. أما أنا مفيقت لي أنت. يا أخي كم بقسي من الصين هي؟ يا أخي إيش من؟ كل ثان بذ. كان أبوي أنا قطع. إيش تشتى من اليوم موت شيء؟ ميدان رمزين عندي بمية جعلك. سر عند صديق ثلاثة لا. بالتحديد عايز أنت عبد الكريم. والله نقله من زمان. لا والله ما بس حي. كيف تم الله بحرب الزبائن؟ خلاص طول. أنا حاسب. خلاص تمام تدخل حاسب حق زمان خلاص تمام حاسب انا حاسبك حاسب حاسب شوف هنا القصه مالي صيد اللي من هنا جديد مليح هذا ماله هذا الرش التاج رجل من العدي هذا الرش التاجوف هذا الرش التاج لا لا دي الرش التاج انا اخي فتحت صيد اللي ما بشوف عنده انا ما بش عمل مرتي عندي انا اي وين اقسم الزمان مصنع عليهم بينش حاجه يا حبيبي ما بش قسم يا اخي احنا عندنا تسامز عامل حق ابوك عندي يا اخي قد يقول لك ادي لي حق الرش تدي له ديها لا يا اخي الله سمعت الله يرضى عليك اجي اشتغل بدالك والله ما اكره انا اشتغل انا اشتغل انا حياك الله حياك الله يا اخي هذه دير دير يلا القياده هنا ما اطلب الله ما لازم كل احنا نشيل نطلب الله وزينك تمام معكم انتم زمان ما شاء الله فيكم مش معانا اخوي زفن عادي جوله القياده تحت ها انا دار انه بس يا اخي شغل ما في ايش كان من تدي لك الورقه هذه يعني الله خرج السمين الله حلك والباه خليها هذيك البوره 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 هذا ممكن راح فوق راسك قد يعلينا كلنا علينا نجي خرج السمين خرج السمين مش على ما انا ما له خرج ما هو صلى على النبي مالك ما تفعل ما تخرج ايه ادخل اشتغل معاك والله اشتغل اشتغل معاك عادي ادخل اشتغل معاك خليك اطلب والله معاك ما مش معانا عمل طيب ما نفعل خلينا نجي هذا ادخل اشتغل معاك يا اخي نطلب والله معاك يا اخي لو سمحت حق الطرش كيس من البقاله حقنا كيس امورك سابره بدل هذا ما يسرقك ب 2003 كيس تعال من الاسم ها اها اه سلام اه حبيبي انا نحن كمل تسمع النصيحه صيد له حقي ها اطفال اشتغل معاهم والله كم جدوا لي كم جدي لي كم جدي لي بشيء انا اشير مليو قالوا انت عبد الله السني اذن من ذا جوايا ما ادري شيء علاج علاج لي ما سكرش عبد الكريم التحرير عبد الكريم ما في من يفهم علاج منه هذا حق وزيد مرب ها طلب الله ما منعك طلب الله طلب الله عدوز هذا الزباين غزي ما مش معانا زباين خالص انت ما شاء الله عندك الدنيا زي ما تشي انت يا ولد عبد الكريم انت من فين قلت لي انا مين العدي هات موت سوي عندي موت اشنش سلام الله ما عرف انا بزهر خلنا العدي موجود ما عاد ادي له خليس الصيدلي حقي اذا بي قوت القياده فتحت جديده مالك يا اخي يا اخي فرق من عند تستغفر ليش انا صورتي صورتي سيئه انا تستغفر ولا ايه فور ما لك يا ايوه شو نافسنا شو زابنا انت وليش شو زابنا بمح بغير عمر ولا حاجة عندنا يصرفوا بغير عمر ما معي وايش الله والله ماشي يا حبيب ما دشتي يا ما دشتي انت حق اللي ده تعال 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 شوف اللي تتك تعال تعال هذا حق العلق ولا بري هذا يزيد مربك يا خيب عليك مالك ايش اللي مالي كل احنا شيء يطلب الله الله يحفظه خلي لهالي يا اخي الله خلني يا اخي انا الحين باقي لك حاسبنا وانا امشي اي حساب ما اشتغلت معي أدخل أشتغل معكم خلاص أدخل أشتغل معكم من فين أدخل معنا لو سمحت يا أخي ما بيش معنا عمل خلاص نطلب الله أنا معكم كم مادة يدوسها
اشتغل معك يا اخي لو سمحت بلاش. اشتغل معنا طيب. ها اشتغل معنا انت القيادة. انا مجنون. انا مجنون. يا حرام لو تشتغل لو جيت تدخل الصيدلية هذه لك سرق لا الله معك. اي قلت القيادة. قلت القيادة. انت مالك؟ مالي. منين جيت؟ بس صار نقله نقله نقله. من الله هذا. اللهم صل وسلم وبارك سلم اول سلم. شوف الكاميرا هنا. شوف طيب اطلب الله انا عندي تركنا يا ايش فيك؟ هل انت ما تحتاج وش؟ فين؟ فين اصور انا ما اشوف حاجه فين اصور؟ انا جاي ما تسوي طيب الصيدلية الثانية اللي جنبنا انا اسف مقلب 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 والله مقلب مقلب شوف 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 الكاميرا شوف الكاميرا شوف الكاميرا صلى على النبي هدي صلى على النبي شوف الكاميرا هنا يا اخي صلى على النبي صلى على النبي طبعا اشيك تبتسم بس الكاميرا هو مقلب معانا في البرنامج الحين نقلب شوف بين الكاميرا هنا يا اخي مقلب 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 والله مقلب 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 ايش من مقلب صلى على النبي تعالوا 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 شوف الكاميرا شوف والله مقلب 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 صلى على النبي شوف شوف الكاميرا طينان بالسياره هذاك قناة المهرية برنامج الحين نقلبك العفو منك انا الله المستعان والله ما اسف لانه اللي رنفستك هو برنامج الحاكم من قلبك لقناه المهريه حبيبي انا اسف رنفستك الله يفتح لا مش حاجه طيب الله المستعان طيب احسن من هذا يا جهل حبيبي انا بدي اقول انا اسف والله انك حبو واخو عامل حلو جدا أسأل من الله عز وجل إن إحنا وفقنا لنزرع الابتسامة في هذه الأوضاع لأن ننسى غزة في القلب. أسأل الله عز وجل أن ينصر مصر العزيز المقتدر بإذن الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل المدد. من هم أهل المدد؟ إحنا أهل اليمن إحنا مع غزة قلبا وقالبا. الله ينصرهم ويوفقهم ويخذل من خذلهم. نودعكم على حب أمل نلقاكم بكرة في نفس الموعد وحلقة جديدة من أضحك من قلبك إن شاء الله. محمد نعمل نوفق في اليوم في المقلب تمام. لا تغادروا هذه القناة المهرية وبس. يا مرحبا اضحك من قلبك هذا المطلوب يا الله يا